قافلة الهدى الدعوية. الله تعالى مع قرب شهر رمضان ونصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في غير القرآن أثابكم الله. تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى موقوف على أمور عظيمة، أولها وأساسها الدعاء، فيسأل العبد ربه أن يعلق قلبه به لا بشيء سواه. وإذا سأل الله عز وجل مخلصا من قلبه فصدق مع الله صدق الله معه، والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. ولا شك أن أعظم عطية أعطاها الله للعبد بعد توفيقه لهذا الدين وهدايته له أن يجعل قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. من تعلق بالله اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من تعلق بالله صلح قلبه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن تعلق بالله اطمأن قلبه، لأنه من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن من تعلق بالله أصبح الله عز وجل أكبر همه ومبلغ علمه وشغله الشاغل، وحينئذ يكثر من ذكر الله ويكثر من الخوف من الله والرجاء فيما عند الله والطمع في رحمة الله، حتى يكون من أكمل الناس ذكرا لله بجنانه وجوارحه وأركانه ولسانه، فيبوأ أحسن المنازل في الدنيا والآخرة. من تعلق بالله عز وجل رزقه الله القول السديد والعمل الصالح الرشيد، فصلحت أحواله كلها. التعلق بالله أن يصبح العبد لله لا لأحد سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبد حينما يعلم أنه ما خلق في هذه الحياة من أجل أن يطعم ويأكل ويشرب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ما خلق من أجل أن يكون عبدا للناس بالنفاق والرياء والتملق والتزيف والكذب وغش الناس، ما خلق من أجل أن يكون عبدا للدينار والدرهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا تعلق بالله انكسرت هذه الأمور كلها أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجتمع الحق والباطل في مكان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فالحق يغلب ولا يغلب. ومن هنا إذا كان قلبه مملوءا بالله عز وجل وبتعظيم الله سبحانه وتعالى والطمع في رحمة الله، فإنه لا يمكن أن تدخله فتنة على قدر إخلاصه. ولذلك إذا تعلق بالله أخلص، وإذا أخلص وحد وتجرد لله سبحانه وتعالى، وعندها إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، فبارك الله قوله وعمله وأصلح الله له أمره كله. من كان لله كان الله جل له، فارغب إلى ربك تكفى الهم والمؤنة. من كان مع الله كان الله معه، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. فالأصل أن المسلم إذا كان مع الله عز وجل كفاه الله وحماه ووقاه. ومن كان متعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه من واسع فضله. المتعلق بالله سبحانه وتعالى من أصدق دلائله أنك تجده من أغنى الناس بالله عز وجل، فلو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها من فتنها وزينتها وزخارفها ولهوها لا يلقي لها بالا إذا لم تكن على طاعة الله سبحانه وتعالى. قلب خلاص انصرف إلى الله. فكما ترى عيناك من استهوته الدنيا ففتنته وألهته وشغلته وأخذت بمجامع قلبه إليها والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية، فأصبح يدور في أفلاكها يوالي من أجلها ويعادي من أجلها، فولي الله أعظم من هذا كله في حبه لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. تعلق بالله سبحانه وتعالى أن تدعو الله أن يجعلك أن يجعل الآخرة أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك. اللهم ارزقني المعرفة بك، تسأل الله أن يرزقك المعرفة به، لأنه من أعظم أسباب التعلق بالله أن يعرف العبد من هو ربه. تعلقت قلوب بربها حينما علمت أنه ملك الملوك، وأنه إله الأولين والآخرين، وأنه ديان يوم الدين، وأن الأمر له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، وأنه إليه يرجع الأمر كله. عندها تعلقت بالله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد الإسلام قويا عزيزا حتى في زمان الفتن،
وتجد المسلم أقوى ما يكون عودا وأصلب ما يكون دينا وأثبت ما يكون جنانا، والفتن تتناهش وتتخطف من بين يديه ومن خلفه، فلا يزداد إلا اعتصاما بحبل الله وتمسكا بدين الله، لأنه يعلم أن هذا كله لا يغني من الله شيئا، وأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه رب كل شيء ومليكه. تعلق بالله أن تعرف من هو الله الذي تتعلق به، فإذا علمت أن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، عندها لا تبالي بشيء. ومن هنا تجد فقر الناس أعظم الفقر إذا افتقرت القلوب من التعلق بالله عز وجل، أعظم الفقر وأعظم الدمار والبلاء على العبد أن يصبح قلبه خاويا من الله عز وجل والعياذ بالله. أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، تصيبه الحيرة ويصيبه القلق، تجد يقول لك المستقبل أولادي أولادي، وكل شوية يأتيك بشيء، فتجد الرجل من بداية الصباح يلهث وراء الدنيا ويبحث وراء الدنيا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا الكون كله لماذا لا نوقر الله؟ كأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا وينبه نوح عليه السلام قومه وهو أول الرسل، لماذا لا توقرون الله عز وجل حق توقيره وتقدرونه سبحانه حق قدره؟ وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل فيهن قمرا سراجا وقمرا منيرا سبحانه وتعالى. التعلق بالله سبحانه وتعالى هو الغنى الذي ليس بعده غنى، والتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الأمن الذي لا يصحبه خوف، والتعلق بالله سبحانه وتعالى هو النصر الذي لا يكون معه كسر، والتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الطمأنينة والراحة التي لا يشوبها قلق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا التعلق دلائل، فإنك تجد الإنسان منذ أن يصبح أول ما يفكر كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، وتجده إذا أراد أن ينام أول ما يفكر كيف حاله مع الله في يومه كله، وتجده إذا شغل بشيء في مستقبله جاءت الآخرة أمام عينيه فأنسته هما غيرها، فأصبح يفكر كيف القدوم على الله سبحانه وتعالى، وهل حاله اليوم أحسن وأصلح من حاله بالأمس. المتعلق بالله جبر الله كسره وأصلح الله أمره ورفع الله قدره حينما أعطاه أعظم عطية وهي التعلق بالله سبحانه وتعالى. فالتعلق بالله سبحانه وتعالى تجد دلائله وآثاره واضحة في العبد في دينه ودنياه وقوله وعمله وسمته ودله وأخذه وعطائه، فتجده لا يمكن أبدا أن يقدم على أمر الله شيئا. قيل له إن التجارة الفلانية فيها ربح، وإن الأسهم الفلانية فيها ربح، وإن العمل الفلاني فيه ربح، سأل هل هو حلال أو حرام، هل يأذن لي ربي أن أعمل هذا العمل أو لا يأذن لي ربي. ثم تجده لا يمكن أن يتفلت يمينا وشمالا يبحث عن الرخص، متعلق بالله. إذا قل له هذه الملايين وليس الألوف وليس المئات الألوف، إذا قل له هذه الملايين حرمها الله بقوله تعالى كذا وكذا، قال سمعنا وأطعنا بنفس مطمئنة واثقة وليس بضعف ولا خوف. التعلق بالله منازل، منازل السعداء وعيشة السعداء وطيبة السعداء طيبهم الله بها، طيب الله بالتعلق أولياءه أحياء وأمواتا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، هم أهل السلام الذين سلمهم الله فنزع من قلوبهم الدنيا وأدرانها وفتنها وشهواتها وتعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من المتعلقين به، وأن يجعل قلوبنا تعظمه وتوقره سبحانه وتعالى حق تعظيمه وتوقيره، والله تعالى أعلم.